بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نشوف يونت 4. وقبل ما نبدأ يونت 4 عايزين نشوف ازاي هنرجع مع اولادنا الحروف اللي اخدوها قبل كده. زي ما قلنا احنا دلوقتي اخدنا حرف الها والت والل والس والأ والم والن، صح؟ طيب هنبدأ معاهم زي ما اتفقنا، نشبك حرفين الاول ها ت زي ما عرفنا، ها لا س ما ن. هبدأ اخليهم يتعودوا على تشبيك ثلاث حروف، مش شرط ان الكلمات دي كلها معنى. اهوت نفس الشكل ده، قولوا ها اه ت، يلا نقراها هات ت اه ت، يلا نقراها تات ل اه ت، نقراها لات س اه ت سات م أه ت مات ن أه ت نات and so on. لازم حرف بحرف، أول حرف ياخدوه على طول أشبك عليه. بعد كده يلا نشوف الوحدة الرابعة، إيه الحروف اللي الطالب المفروض يعرفها؟ حرف دي وحرف الآر وحرف البي. دي د آر ر بي ب. نشوف حرف الآر، الكلمات تدل عليه R R rabbit R read B B bed B B book D D door. تمام، يلا نشوف الصفحة اللي وراها. طبعا ده figuring out، بعد كده هنشوف بالتفصيل كل صفحة كل حرف يعني كلمات تدل عليه. وزي ما اتفقنا المفروض ان الطالب يتعرف على الكلمات بتاعة الحرف وصوتها كمان. دي كلمات الوحدة الرابعة، يلا نقرأها chair 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 table 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 computer 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 desk 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 wall wall kitchen kitchen nice nice. منهم تاني chair table computer desk wall kitchen nice. طبعا الكلمات اللي فوق دي اسم، this is، اما نعلم الطالب يكتب جمله هيكون جمله this is، يعني هذا يكون، وخليه يقولها this is a chair زي ما اتفقنا، لازم ندربهم من البدايه على الجمله. this is a table this is a computer this is a desk this is wall this is kitchen nice she is nice he is nice mom is nice and so on. يلا نكمل. طبعا عنده الفينيتشر، ها صافا 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 بيد بيد بيدروم بيدروم bedroom fridge 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 door door cook cook garden garden again sofa sofa bed bedroom bedroom fridge fridge door door cook garden This is a sofa. نفس الشيء. This is a bed. This is my bedroom. This is a fridge. This is a door. بس هنا this is a garden. لكن cook ده فعل. لازم أقول I cook. I cook. وزي ما اتفقنا خليه كمان يقول he cooks. ويعرف الفرق. إن I ما بتحبش الاس. وهي بتحب الاس. I cook. هي كوكس. والفرق بين ده وبين كل اللي فوق ان دي اسماء لكن ده فعل، يعني الشيء اللي انا اسويه يلعب ياكل يشرب ده اسمه فعل، لازم اعرفه يفرق بين الاسم وبين الفعل. drink drink طبعا drink يعني يشرب، يبقى على طول ده اسم ده فعل سوري. I drink he drinks على طول، اول ما اشوف فعل اخليه يعمل كده. انا اشرب، هو
يشرب. وفهم ان الجمله لازم احط اخرها نقطه. eat I eat وحط نقطه. he eats لازم اعلمه يكون الجمله ويعرف ان الجمله اقولها كابيتال واخرها فول ستوب من البدايه. in يعني في in the box. in the box يعني داخل الايه الصندوق. the bird is in the box. the bird is in the box. يلا نشوف المفرد والجمع بس يعرفهم كده. chair chairs. table tables. desk desks. computer computers. بس بعد كده من القواعد اللي المطلوب طبعا هو القواعد المفروض عليه المفرد والجمع زي ما قلنا ان ده مفرد وده جمع وايه الفرق. الاس chairs بس نحط اس صارت الكلمه جمع. table مفرد يعني اقول له table يعني طاوله واحده لكن tables بالاس يعني واجد طاولات واجد. اقول له chair يعني كرسي واحد لكن chairs بالاس كراسي واجد and so on. اعرفه هالشكلين. بعد كده عندي a وan. a وan لازم طبعا اعلمه الفرق بينهم. اول حاجه علشان افهمه الكلام ده هقول له ان انا عندي حروف اسمها vowels. بس vowels ايه هي الفاولز؟ حفظهم له كده A E I O U بأغاني A E I O U again A E I O U دي اسمها الفاولز. الحروف الفاولز دي اللي هي الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U بتحب أن. أدي أن أهي وحيطلع منها الفاولز A و E I و O و U A E I O U. عرفوا ان الفاولز الكلمة اللي اولها فاولز بتحب an. يعني الكلمة اللي اولها فاولز تاخد an. an axe an egg an orange an apple an umbrella. ال ال ايه يبقى الكلمه اللي اولها ا او الحروف الفاولز تبدا بحرف ايه بتاخد قبلها ان. اقول له ا يعني واحد وان يعني واحد تمام. دي معناها واحد تاتي قبل الكلمه المفرد ودي برضو معناها واحد تاتي قبل الكلمه المفرد تمام التي تبدأ بحرف متحرك. اوكي تمام. an apple an orange an ice cream لازم اعرفه ان اندي بتيجي قبل الكلمه اللي تبدأ بالفاولز. ايه هي الفاولز؟ الاي والاي والاي والاو واليو. اقول له طالع اذا لقيت مثلا الكلمة أقولها آ يبقى هاخد أقول آن. لو الكلمة أقولها إي هقول آن. لو الكلمة أقولها أو هقول آن. لكن الكلمة أقولها أدا يبقى ما بتحبش بقى ما بتحبش آن تاخد آ. السؤال طبعا Do you want an ice cream؟ المفروض إن هو يتعلم يجاوب Yes I do أو No I don't. أقول له مثلا Do you like me؟ أنت بتحبني؟ يقول لي Yes I do. Do you like ice cream؟ يقول Yes I do. Do you like chips؟ يقول No I don't. بس اللي مطلوب منه اني لما يجاوب يس يقول يس اي دو او نو يقول نو اي دونت. بس المضارع المستمر اي ام ايتينج فيش شي از ايتينج فيش مش عايزين اكتر من كده. سوري اوكي شي از ايتينج فيش وي ار ايتينج فيش اور وي ار بلاينج اجين. بس يعرف يكون جمله مثلا ام ريدينج من الافعال اللي لسه واخدها بس يعرف يكون جملة بس I am reading يعني أنا بقرأ الآن وفهمه إنه في الحالة دي بيعمل الحاجة دلوقتي. He is reading يعني هو بيقرأ الآن. She is reading يعني هي تقرأ الآن. بس كده مش محتاجين أكتر من كده بس يعرفها مجرد معرفة. نيجي لحرف الدي زي ما اتفقنا بيعرف الكلمات بصورها. سوري
Dide dag. Dide dør. Dide desk. Dide dakk. Dide dal. Dide dress. Multin. Dide dag. Dide dør. Dide desk. Dide dakk. Dide dal. Dide dress. طبعا حرف دي ازاي بيتكتب؟ بيتكتب بالشكل ده. سوري. اب داون وبعدين هاف سيركل. كده اقوله بنفس الطريقه. دي لازم اعرف الدايركشن صح. اب داون وبعدين هاف سيركل واقوله 1 2 3. لازم امشي على النقاط. اب داون وبعدين هاف سيركل. اب داون وبعدين هاف سيركل. اجي عند السمول اقوله بدا بدأ من هنا من النص اهو هاف سيركل واطلع فوق وانزل تحت اهو على الثلاث سطور اهو. اقوله دك ها تبدا بحرف الايه دي اهو. داسك تبدا بحرف دي. دور حرف الدي. دج حرف الدي. اقوله دور اي صوره في دول دار اهو عشان كده قلنا لازم يتعرف على الصوره. داسك اي صوره في دول داسك يا حبيبي يوصل. دق اي صوره في دول دق. دق ان سو ان. بعد كده ار رابت. ار ريد. ار ر روبوت. ار رن. ار روكيت. ار ريمبو. ار ريمبو. المفروض يقولهم ويعيدهم ويحفظهم ويحفظ الصوت. نيجي للكتابه. لازم اعلمه الدايركشنز الصح. up down. حتى هنا بالاسهم كده نعلمه ازاي يكتب صح من السطر الاول للتالت. وبعدين half circle وبعدين slash like this. ها up down circle slash. اجل السمول اعرفه ان السمول بيكون بين السطرين. لازم اعرفه ان الكابيتال على الثلاث سطور. السمول بين السطرين شويه اها اطلع كده. اب داون بعدين امشي عليها اهو. اب داون ما هديش القلم من ايدي اهو. يلا نشوف. روكيت الحرف الناقص ر. ريد الحرف الناقص ر. رابت الحرف الناقص ر. رن الحرف الناقص ر. ريد اي واحده في دول ريد يلا حبيبي وصل اهو. رابت اي واحده في دول رابت اهو وصل اهو. رن اي واحده رن اهي. روكيت ذس از روكيت. تمام. طبعا عشان كده قلنا مهم جدا ان هو يعرف الايه الصور لان المهاره بتيجي بنفس الشكل. يلا نشوف حرف البي. بي با بك. بي با بيت. بي با بنانا. بي با بول. بي با بيل. بي با بولت. تمام يعرفهم ويقرا الصور كويس. اقولهم تاني. بي با بك. بي با بيت. بيبا بنانا. بيبا بول. بيبا بيل. بيبا بوت. نيجي بقى للكتابة اهوت. اب داون بعدين هاف سيركل بعدين هاف سيركل على الثلاث سطور. بعلم كويس اهو. اب داون بس اجل سمول. اب داون وبعدين اما سيبش القلم من ايدي والف اعمل السيركل بتاعتي. اب داون واطلع انسى. لازم اعرفه دايركشنز صح ويتعلم الحرف ويعمل ايدنتيفيكيشنز. يلا نشوف التمارين ازاي تجينا. هوريه الصوره. قالوا ده ارم ولا بيد ولا صن؟ اكيد بيد. ده ليج ولا هات ولا دج؟ طبعا دج. دي ايه كوك ولا ريد ولا صفا؟ طبعا صفا. دور ولا صن ولا درس؟ طبعا دور. الكتابة أعلمه طبعا إن هو يطلع الحرف اللي فوق وينسخ نفسه بالظبط على الثلاث سطور. يكون على الثلاث سطور أهو على الثلاث سطور. يبقى على الثلاث سطور لأن عليه درجة. لما تكون كلمة أعرف إن الحروف تكون قريبة من بعض. إخوات ما يتفرقوش عن بعض لأن هو بيكتبهم إيه الكلمات بعيدة عن بعض. أقوله طالع فوق واكتب تحت نفس الطريقة بين السطرين. يبقى أنا هكتب بين الإيه السطرين نفس الشيء. تمام. بعد كده
يلا نوصل اهو. دي ده يا ترى دي ده هناخد فريج ولا درينك ولا بنانا؟ طبعا هي ايه؟ درينك. سوري. بيبا فريج ولا بنانا؟ طبعا بنانا. ار ها ران ولا لاين ولا باج؟ طبعا ران. بيبا باج. وطبعا النسخ زي ما اتفقنا، اللي يلاقيه بين السطرين يكتبوا بين السطرين كلمة، عرفوا ان الحروف لازم تكون جنب بعض and so on. دي المهارات اللي بتجيله بالامتحان، بتيجي بنفس الطريقة دي. اقول له داك، ها الحرف الناقص الده، خليه يكتبه، المفروض يكون بيعرف يكتب الحروف. جاي بول، الحرف الناقص الب. دي ده، طيب دي وين السمول دي؟ اهي. ار وين السمول ار؟ اهو. يلا دي يوصل كابيتال وسمول نفس الشيء. بعد كده الصورة دي ايه يا ترى؟ بيتزا ولا فيش ولا هاني؟ طبعا دي ايه؟ بيتزا. طيب الصورة دي ايه؟ برجر ولا ايس كريم ولا بنانا؟ طبعا هي بنانا. طب الصورة دي بيتزا ولا اورنج ولا فود؟ طبعا هي اورنج. الصورة دي ايه؟ برجر ولا شوكليت ولا هاني؟ طبعا هي هاني. عشان كده قلنا لازم نتعرف على الكلمة والصورة. نيجي للنسخ، طبعا اكون معرفه كويس جدا ان هو يشوف الكلمه هذه بدها تكون بين الثلاث سطور، تكون على بين الثلاث سطور. طبعا النمبرز يكون عارف انها تكتب على الثلاث سطور. اج المفروض تكتب على نفس الشكل بالطريقه دي، ان هو يطلع الكلمه وينسخها بنفس الطريقه اللي هي مكتوبه بيها. اف وات اف ف اج ولا شوكليت ولا فيش؟ طبعا فيش يوصل اي اه اج. او يلا هنوصل الاو بايه يا ترى؟ بهاني ولا بأورنج ولا فراج؟ طبعا أورنج. هنقصها. طب الف هنوصلها بإيه؟ طبعا فراج. يلا نوصل كابيتال بسمول. سوري